كابتن حسن شحاتة قيمة كبيرة في كرة القدم في مصر والعالم العربي، منذ أن كان لاعبا، يعني كان لاعب من اللاعبة الأفزاز في الكرة المصرية، حصل على أحسن لاعب في إفريقيا في بطولة 74. يعني استمتعنا بأدائه كتير وإحنا صغيرين، وكان من عشاق الجماهير كرة القدم في مصر، مش بس الزملكاوية، حتى الأندية الأخرى كانت بتحب أدائه. طبعا لما مسك منتخب مصر حقق نجاحات كتيرة، عنده الأمم الإفريقية تحت 19 سنة، بعد كده 3 بطولات للأمم الإفريقية 2006 و8 و10، إنجاز صعب جدا تحقيقه، فكان واجب هذا التكريم، وبنشكر الاتحاد الإفريقي إنه اختاروا شخصية العام، وهو يستاهل طبعا اكتر من كده. حضرتك شايف التكريم ده يكون دفع للمعلم في الفتره الجايه؟ ما فيش شك طبعا، هو راجل هو مش يعني غني عن التعريف كابتن حسن، بقول لك قيمته كبيره جدا، ف اكيد معنويا هو اتكرم كتير، بس اكيد معنويا لما ياخد شخصيه العام الرياضيه بالنسبه للاتحاد الافريقي دي حاجه كبيره. يعني